بقتش عارف الحق فين، ما بقتش عارف انا ايه ومين، ضاع الامان بينا، تاه الحنان منا، بنبيع في ناس شاريين ونحب ناس بيعين، والدمع مالي العين من ناس وبيعين، بنحن للي يخون وبنقسى اللي يكون شايلنا جوه العين، وتروح بيصنع ما بقتش السنين سرق في الزحمة خطعوينا، نكتب على روحنا وللجراح روحنا، واللي بيجرحنا شايلينه فعلينا، ما بقتش نحلق حوش والناس ما بيرحموش، قدام شهدت الحق ما طلعش ليهم صوت، مبدأ نحلق حوش والناس ما بيرحموش، قدام شهدت الحق ما طلعش ليهم صوت، نجري جري الوحوش غير رزق ده لنحوش، ملناش لا حيلة في رزق ولا شفاعة في موت، ما بقتش اسمع يا زكاوندي، المغاره دي هتفضل المقر الرئيسي بتاعنا، عايزك تبلغ الرجاله يحضروا المغاره اللي تحت، هنخليها مخازن للمون والسلاح. معاك حق يا ادم، لان الحمد لله رجالتنا زادوا، ولازم يبقى في مقرين عشان يكفوا الرجاله ونحافظ على السرية. طيب هروح انا بقى اجمع الرجاله عشان نجهز المغاره اللي تحت. تؤمر بحاجه تانية يا ريس ادم؟ هما نزار. اسمع يا سيدي، الناس قاموا من النوم عندنا في البلد لقوا شويلة القمح قدام بيوتهم، كل واحد خاف لكون بتاع الجار، دخلوا بيوتهم وقعدوا جوه من الصبح للضوحة، وكل شوية يطلع الجار يبص على القمح ويبص على جار، يقولوا في حاجة؟ يقولوا لا مفيش، يخشوا جوه ويقفلوا على بابهم تاني، ايوه لحد ما الست ام البركة جات وقالت ان القمح ده سايبهولكوا ادهم الشرقاوي. بس الست ام البركة كانت بتقول كلام غريب قوي يا ادهم. كلام ايه يا تيمور افندي؟ قالت ان ادهم الشرقاوي فضل يلم القمح في 7 سنين وزعه على الناس في 7 ساعات. كلامها غريب فعلا. احنا مش هنخلص من موال القمح ده يا عم ادهم ولا ايه؟ الرئيس داشبك وصل يا زكا افندي. مين ده يا زكا افندي؟ ده اللي جايب السلاح، دخله على طول. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التمويل. طبخ لنا ايه يا ريس دجبة؟ افتح وشوف بعينك. لسه بشوكها؟ لسه طالع من مخازن بشحن. وجبت لنا بقى كم حته؟ كل صندوق فيه 10 حتت، يعني 20 حته. احنا عايزين قد الطلبيه دي 3 مرات. ليه؟ هتسلح الجيش؟ هو اللي انا اقدر اتصرف فيه بعد شهر هم 10 حتت بس. انت بتجيب السلاح ده منين يا ريس دجبة؟ هيكون منين؟ من معسكر الانجليز. ازاي؟ ما ترد على الرئيس ادهم يا دشبة. اما ندوف كنت لازم اعرفك من اول ما دخلت هنا، بس انت صيتك زي الطبلة راعبهم. قولي بقى، بتجيبوا ازاي من معسكرات الانجليز؟ بالرشوة، بنعكم الضابط الانجليزي اللي مسؤول عن مخازن السلاح. اديله حسابه يا زكفندي. تعربيني على الترابية الجديدة. ايوه، عشان انا عندي طلبيات كتير، واللي بيعربيني بيحجز. لا، سك على الطلبيه اللي قلت لك عليها، احنا مش عايزين سلاح تاني. ليه يا ادهم؟ ده مش هيكفي. لا يا زكفندي، احنا مش هنشتري سلاح تاني. احنا هنسقط على مخازن المعسكر الانجليزي ونجيب منه السلاح اللي احنا عايزينه. يا ادهم، يا ادهم، جيتك على البال في الوقت ده، في خطر عليك وعلى اهلك. عارف يا تيمور افندي، بس كان لازم اطمن على ام اختي. على كل حاجه هنجيب عن طريق السطح عشان محدش يلمعها. محمد، فتح عينك كويس. لحظة ما الضهر اديني اشارة. ادهم، انا قلبي واكلني عليك، بس خلاص اعمل اللي في راسك، بس حلفتك بالنبي ما تعوق، واحنا هنستناك هنا. مشغول يا رجاله. انت السبب يا سباعي، انت لو كنت بتعمل خير زي صلاح الشرقاوي وابن اخوه ادهم كانت الناس حبيتك، لكن انت ظالم وسوي واخرتها ترجع مع واحده بطاله عريان. مخلوف ابوك يا حبيبي، افتح يا مخلوف، افتح. يا ولد عاوز ايه؟ يا ولد، يا ولد، انت الطيب اللي فيهم. انت حبيبي يا مخلوف، افتح يا ولد. لا، انت عمرك ما حبيتني، انت بتقول عليا عبيط وهبل وبرياله، انا عمري ما كنت برياله، انا نضيف. كنت بتضرب امي بالكرباج السوداني عشان تحبسني وما تورينيش للضيوف.
لما كنت محوش عنها كنت تضربني بالكرباج السودان. لا كرباج تاني لا. كم مرة اقول لك ومع ذلك كل مرة بتطلعني نفس اللي بقوله، كل مرة بتطلع نفس اللي بقوله. انت ما بتفهميش، انت غبية، انت منية. اوعي اوعي يا منية، انت من المطار. في ايه يا ولد؟ تضرب ابوك يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، تضرب ابوك. لا افتح لي ابوك. الله اكبر صح. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله فيك اعتماد توبتي. العمدة العمدة قالوا كده. الأمر لك يا صاحب الأمر، الأمر لك يا صاحب الأمر. كده انا شنجيه تمام، سجل اساميهم وخليهم في الجيش بتاعي. فيك
خلاص سميته جيشك. ايوه يا بدران جيشك. امال انت عايز ايه يبقى جيشك انت؟ اتفضل يا ريس ادهم. دي قايمه بكل مواقع الجيش البريطاني في الدلتا من اول بورسعيد في الشرق لحد غط العنب في الغرب. تمام، انا عايز اعرف مخازن سلاح. يبقى بتاع قفل الضواحي. ركز انت في تدريباتك وانا بلغك ساعه الصفر. تمام يا ريس. حسين، جاهر، جرجس، وراي. أدهم، انا عايز اطلع معاك. ما ينفعش يا محمد تسيب البلد لوحدها. انا مطمن على الشرق وبوجودك انت وعم تيمور. يعني ايه؟ تطلع انتوا تحاربوا ونقعد في البلد جنب النسوان؟ مهمتك ما تقلش على اللي احنا بنعمله ابدا. اطلع انت البلد وانا مستني منك الاخبار بكره. ماشي. والشباب اللي عاوزين ينضموا لنا يا سياده دول مصدعين راسي. نقي فيهم اللي قلبه ميت وهاته. يلا محمد بالسلامه. خد بالك من نفسك يا ده. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدران جهز نفسك للعمليه الجايه. يا ده ما احنا لازم نكن شويه. الدنيا مقلوبه علينا واكيد مشددين الحراسه عشان المعسكر فيه مخازن سلاح. انا قلبي مش مستريح. اسمع كلامي. انت تاخد حرمه وانا حرمه ونروح نقضي يومين في الكابينه بتاعتي في اسكندريه. والله فكره حلوه يا بدران. انا حرمه وانت حرمه. مش حقنا يا جدع؟ وانت عايز بقى اني حرمه فيهم؟ بصراحه صفصف. بس انا عارف انك رايد هتنزل عنها يا عم عشان خاطر. خدها وديني مره. هي عايزاني بس خايفه منك. يلا بقى يا عم ساعه الحظ ما تتعوضش. يا دوني ناطي. يعني احنا قاعدين نفكر ازاي نحرر البلد وانت دماغك لسه نكسب النسوان. بيتكلوا عمره ما نعدل ابدا. انت بتشتمني يا ادهم؟ بقول لك يا بدران، لو نيتك ما هيش خالصه ومقتنع باللي احنا بنعمله انزل من الجبل، روح تجري في الصنف ولا اشتغل مع ابوك في الدعاره. ايه يا صاحبي؟ انا كنت بهزر معاك. هو الهزار حرب؟ حرب. ما تقول له يا زكفندي ان انا كنت بهزر. خلاص يا ادهم سامحه، عيل وغلط. لا، ابوس على راسك عشان اتاكد انك سامحتني. خلاص يا بدران. ازيك يا فندم؟ هتجهز لي المجموعه اللي نازله معايا. وانا يا ادهم. انت عايز تنزل معايا؟ نعم، ده انا مستني اليوم ده من زمان. يبقى انت ونزار هتمسكوا مجموعتك تحمل المخازن، وهكون انا امنت السكه، والمجموعه الثالثه هتاخد السلاح وتسلمه لبدران. طب والنسوان يا سي ادهم؟ قالت لك النسوان يا سي ادهم. انت هتقعدوا هنا تدعوا لنا ان ربنا يوفقنا ورجعنا بالسلام. ادهم الشرقاوي كل يوم بيضربنا ضربه جديده. ما هي حضرات ما نستحقش الشرف العسكريه ولا الانتماء ليها. حته ولد مفعوص زي ده لسه ما بقاش عنده 30 سنه كل يوم بيقتل واحد من ارض ضباطنا. مش كده وبس، لا، ده خسرنا من المعن والسلاح اللي ما خسرناهوش قبل كده في اي موقع عسكري اثناء الحرب. الولد ده مش لوحده. الولد ده معاه مجموعة من الناس المسلحين الوطنيين ومجموعة من قطاع الطرق وعصابات الجبل. هو بيخطط ويفكر أسرع ما احنا متوقعين. ده عفريت بألف وجه. بما إن بقى هو بكل هذه القوة والجبروت، خلاص نروح نقلع هدومنا العسكرية ونقاشنا ونرميهم في صفيحة الزبالة ونقعد جنب ولادنا والستات ونقعد نبكي. لا يا جنرال، احنا محتاجين بس شوية من الوقت حتى نجمع المعلومات عن أدهم ورجالته. وما جمعتهاش ليه؟ امهني 48 ساعة وانا اجيب لك لفة كامل عن ادهم ورجالته. سرت اقرا على كل اقرا جدع اخرج مغامرات ابو عبد الدلتا اقرا اقرا جدع
اخذوا عمرك مع معدلنا، اذهب الشباب يدمر اكبر معسكر في غزه. يا ربنا يا لا لا لا، مش ممكن، مش معقول. ده ما بيدمرش حياتنا وبس، ده بيدمر سمعة كل انجليزي على ارض مصر. قريت الصحف الانجليزية قالت عنه ايه؟ وصفوه بالمارد المصري يا حكم دار باشا. كفاية، مش عايز اسمع سيرته اكتر من كده. دي مسؤوليتك انت، الامن والنظام، ولازم تواجه الامر بالحزم والشدة، لانه ده بيهدد مستقبلك العسكري وهزيمتك قدام المجرم ادم الشرقاوي والمخربين اللي معاه. هتقضي على سمعتك وهيبتك العسكرية، عشان كده لازم تخلص عليه فورا قبل ما يوصل غرفة نومك برة تانية. عندك خطة؟ طبعا جنرال ماكسويل، عندي خطة شيطانية، very dirty play، وحشارك معاكم بتنفيذها لاني عايزه حي او ميت. اللي عملته هز البر كله يا بطل، والانجليز لموا الصحف اللي بتمدح في اللي انت عملته وولعوا فيه، ولسه هناخد هدنه كده كام يوم وبعد كده ننزل لهم. صح، كل انا عاوزاكوا تاكلوا وتشبعوا بالهنا والشفا يا ابطال. والله حسستوني اني بني ادمه، بعد ما كنت في الحضيض طلعتوني لسبع سما. طب ما تطلعينا معاك لفوق كده وهزلنا هزه ولا اتنين، ما ترقصي، ولا الخواجات اللي كنت بترقصي لهم احسن مننا. لو سي ادهم طلب مني ارقص هرقص. ما تقول لها يا سي ادهم. والله هي لو عايزه ترقص ترقص. ما ترقص يا بت، هنرقصه عشان خاطر عيون سي ادهم. لا بهزر. قول لي يا محمد، اخبار العمده سباعي ايه بعد اللي حصل؟ اسكت، مش كان هيتحرق؟ ايوه كان هيتحرق، وابنه سامر اللي أرناؤوط عمله عمدة رمى أبو سباعي، رمى زي الكلب في السلحليك وحبسه. هو سامر بقى عمدة؟ مش ممكن اللي بيجرى في المنطقة، مش ممكن ولد فلاح الفوق بتعريفة يعمل فينا كل ده. انت فين يا حزام؟ فين يا حزام؟ انتوا مش رجالة؟ يعني ما تفكروا معايا ازاي نقضي على جدره من أصله؟ ده عامل زي فرع لوز والله يا سعادة الباشا، بيطلع في أي وقت وأي مكان. انت تسقط خالص بعد اللي عملوا فيه، خصوصا انه ابنك مدرام شريك معاه. متبر منه والله يا سعادة الباشا، من سنين متبر منه والله. عامل ايه؟ يعني لو طولت ده، لو طولت افسخه نصين كده. راس الافعى هو ادهم يا باشا، خد مني كل تحويشة العمر وسابني على الحديدة، وانا عايش واملي كله اشوفه جثة جثة قدام عينيا. ده املي، اشفي غليلي يا باشا. كلام كله كلام، انتوا تحولتوا للنسوان ندبين. داد انا عندي فكره تقضي بيها على الولد اللي اسمه ادهم شرقاوي ده، وترفع راسك في البلد من تاني. اسكت انت خالص، ما تتدخلش في المواضيع الكبيره دي. اسمع كلام سعاده الباشا، باولو بيه متعلم ومتنور. طب سمعني يا باولو.
ازيك يا عمدة سامر؟ من عين في عزك يا باشا. حضرتك ليه ما طلبتنيش؟ كنت جيت لك زاحف بدل ما اتطرب رجليك الكريمة لحد الدار. لاني جاي لك في موضوع مهم جدا. ادهم الشرقاوي، طبعا انت عارف اللي عمله معايا. عرفت يا باشا ودعيت عليه. منك لله يا ادهم الشرقاوي. او ربنا استجاب لك. احنا عايزين نقبض عليه. لا مؤاخذه يا باشا، احنا مين؟ اسمع ونفذ يا عمده. امورنا نفذ يا باشا، بس كل حاجه وفي طاقتي. ما تقوليش اطلع له الجبل، لا ده تنزل على العموديه اهون. لا يا عمده، مش هتروح له الجبل، هتروح داره ومعاك اتنين غفر، وتسحبوا ام واخته، تقولوا لهم الباشا عايزكم خدم في السرايا عنده. ام واخته خدم عند سعادتك؟ ايوه يا عمده، هما احسن من الخدم اللي بيشتغلوا عندي. لا طبعا، ده يبوسوا ايديهم لما سعادتك توافق انه يشتغل في السرايا. يلا انا حسبة على السرايا وعاوزهم عندي الليله. طب نخليها بالنهار، ومن بكره هيكونوا عند سعادتك في السرايا. انا قلت دلوقتي يا عمده. أنا أكر عايزك في إيه؟ عايزني أشد له أختها أدهم أمه عشان يشتغل عنده في السرايا. أنا بيتش فاهم حاجة يا أمه. عشان ورث الحورية من أبوك. نفذ اللي قالك عليه أرناؤوط من سكات. يعني أنت يا أم العمدة فاهمة؟ يا ولا، أدهم ده شوكة في ظهر أرناؤوط وظهرك وظهرنا كلنا. ولو فضل حي كرسي العمودية يضيع منك يا ضنايا في أي لحظة. فهمت يا نني عن أمك؟ ما هو أنا مش هيهدى لي بال ولا هرتاح لما الاقي امي ادهم. هو انت مش فاكره نعمة؟ هي ما قالتلكيش ولا حاجه عن المكان اللي هربت له من بيت الغربي؟ انا سمعتها بتقول اسكندريه، بس هي ما قالتش فين. يبقى اللي هيجيبها بدران. بدران ايه بس ده اللي هيجيبها؟ بتجيبوا سيره بدران في ايه؟ وريني كده صورتها. ما شاء الله تبارك الله، دي حلوة قوي يا صفية. دلوقتي بس عرفت انت طلعة حلوة لمين. يا عيني على الغزل. طب ما انت بتقول اهو يا عم، وما عامل لنا فيها السيد البدوي ليه؟ بحبح كده وبحبحها. قصدك ايه يا بدران؟ يعني منشفها وشتمتني لما قلت لك نسم حريم المطرح تاني. يا بدران، هو انت ما بتكتبش ابدا؟ تاني وتالت، وبصراحه كده انا زهقت. انت هنا الزعيم والريس على عيني وعلى راسي، لكن تقدر تقول لي انا مستفيد ايه من اللي بيحصل ده كله؟ البر كله بيردد اسم ادهم الشرقاوي، وانا يا عم ماليش في جو المرياسه ده. انا كنت فاكر اننا هنطلع من السجن هنعيش عيشه هارون الرشيد في زمان، نسوان ونعيم وانس. يا خسارة يا بدران، كل ما اقول ان انت عقلت وتعلمت حاجة تنفع بيها نفسك تخيب املي فيك. هعيدها لك تاني، لو انت مش عاجبك الطريق اللي احنا اخترناه تقدر تسيب الجبل وتروح المسخرة اللي انت عايزها. انت ما بتهزرش خالص كده، ما تقولي حاجة يا صفصف. هو انا كل ما ازنقك في الكلام تقول انا بهزر؟ بص يا صفية، أنا هكلف حد من الرجالة ينزل اسكندرية يدور على أمك، ولو معرفش أنا هنزل بنفسي وأقلب الدنيا لغاية ما أجيبها لك. اطمني. أنتوا جبتوا سيرتي عشان كده؟ بقى الصورة اللي أنت على طول ماسكاها وكل شوية بحلاقي فيها صورة أمك، وريني كده. الله، هي دين النبي، دي حلوة أوي زي ما بيقول أدهم. هاتها يا بدران. امسكها يا صفية، انا هطلع اطمن على الرجال. خشي انت فرشتك. حاضر.
اسمعي، انا اعرف اجيب لك امك لحد هنا، محدش حافظ اسكندريه في مصر كلها زي، وابقى مره لو ما جبتهاش في ظرف يومين. بجد يا بدران تعرف تجيبها لي؟ الله، اسم بدران طالع مني غنوه، وليها تاني كده؟ يا بدران، يا بدران دي امي، عارف يعني ايه امي؟ انا زيك بالظبط، ما شفتش امي من يوم ما اتولدت، لكن خلاص ما عادتش تفرق معايا. اسمعي، زي ما قلتلك انا اقدر اجيب لك امك لحد هنا، بس بشرط. شرط ايه؟ تتجوزيني وتسيبك من أدهم. انت شايفة ده ميت ميت، والسلطة والإنجليز بيدوروا عليه، من عاش النهاردة مش هيعيش بكرة. هما مش بيدوروا عليك انت كمان؟ لا انا غير، ولو سمعت كلامي هنغنغك. هبيع الكابينة بتاعتي اللي في اسكندرية والأرض اللي حواليها، وهسرق خزنة أبويا، محدش يعرف طريقها غيري، وهجمع كل الثروة دي ونهج برا أنا وإنتي وأمك بعد ما أجيبها لك. ها، إيه رأيك في العرض ده؟ لو قلتي آه هسافر بكرة، يا آه يا لأ. أنا موافقة، بس بشرط تجيبها لي. بعين العقل، يبقى أنت كده عرفتي مصلحتك فين. ده أنت هتتنغنغي نغنغة. بس طمني، أدهم كويس؟ كويس وزي الفل. آه، وعايش وسط رجالته، تقول إيه، ملك. وبعدين هناك بيحبوه قوي يا بنتي يا صبح، أنت ما بتسمعيش الناس بتقول عليه إيه؟ بسمع ورافع راسي، داني بنزل السوق اشتري الزبده والخضار، البياعين بيرفضوا ياخدوا مني فلوس. في الاول قلت يمكن خايفين، بس بعد كده لقيتهم بيبعتوا الحاجه ليا ولامي ببلاش، وكمان الفلاحين بيحطوا لنا الخضار والفاكهه في اقفاص. طمني يا محمد، بياكل كويس؟ اطمني يا خالتي، بياكلوا اكل احسن من هنا. انا بقى هعمل لك طاجن وبرام رز معمر وكومات بالسكر كمان. بس قول، هو في حد بيطبخ لهم هناك؟ ايوه يا صبح، عندهم صفية وواحدة اسكندرانية بيطبخوا لهم. يا ندهشة، وعايشين مع الرجالة كده؟ يا عيب الشوم. شوف يا صبحة، هي من بره كده تحس انها عيب، لكن لما تشوفيهم هناك تحس انهم رجالة فعلا، وبيطلعوا عمليات يلبسوا الرجالة والله. اه، البلد دي بتصحى على ايد ادهم يا صبح. اه والله، ادهم دي هيجبر الانجليز انهم يحطوا ديلهم في اسنانهم ويقولوا يا فكيك. ايه ده؟ من جيل السعادة؟ يكون مرسال من ادهم؟ طب افتح كده خلينا نشوف. محمد افندي، نلت شرف كبير انت والشراقوة. في ايه يا ابن العمدة؟ فيه امر يعني انني اخدت البهوية مكان عمي صلاح به؟ لا، ده شرف اكبر بكتير. مراتك يا سيدي صبحة، هي وامها هيشتغلوا عند الباشا خدامين. نعم يا ابن السباعي، مراتي تشتغل في السرايا خدامه؟ ما تداريش الفرحة يا محمد. بقولك ايه، امشي من وشي وتمثل. بقولك ايه، انا جاي اخدها يعني اخدها، هي وامها هيشتغل عند الباشا خدامين. اللي هيجي ناحية صبحة وخالتي هتخدغ له دماغه. خش هاتوها. اوعى تطوعوه، اوعى يا ولاد الكلب، اوعى 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 تطوعوه يا ولاد الكلب، ما حدش يجي ناحيته. اوعى يا جدع انت يا ولاد الكلب. اوعى كده. ازيك يا ابو ادهم؟ يا حضرة الباشا،
أنا ست مريضة، ما أقدرش أشتغل ولا أخدم في سرايات، ده أنا ركبي مش شايلاني. هتخدمي يعني هتخدمي، ورجلك فوق راسك كمان. هو إيه؟ الشغل بالعافية؟ جبتونا هنا وجرجرتونا في نصف الليالي عشان نخدم، مش هنخدم. قال لي يعني انتوا ناقصين خدم قوي. الحكاية ده هي فيها إن والإن إنكم عايزين تذلوا أدهم أخوي اللي زللكم ومدوخكم ورعبكم، مش كده يا باشا؟ انت هتخدمي يعني هتخدمي؟ لسانك أطول منك يا بنت. خدوهم وارموهم في سرداب السرايا، وعايز البلد كلها تعرف عشان الخبر يوصل لأدهم. ردي عليا حبيبتي، ردي عليا. عايز اشوف ابن الشرقاوي هيعمل ايه. على فين؟ نزل اسكندريه. عايز حاجه؟ انت ماشي فعلا؟ اجازه صغيره كده يومين ولا حاجه، وبالمره ادور على مصافيه. في موضوع ما قلش اهميه عن موضوع مصافيه يا بدران. ايه هو ده؟ لازم تلاقي ابوك معاه رهنيه بيت عمي وبابور الطحين. انا عارف ان الموضوع ده مأزمك يا صاحبي، وده ما يرضنيش. ارجع لك بالورق. الشاي جاهز جوه يا سي ادهم. انت كنت على الله. أنا نزل اسكندرية، تيجي معايا؟ لا، احنا عايزين نعيش ونموت هنا جنب سيادة. حتى انت يا بنت الرقاصة؟ ماشي، لما ارجع لينا حساب تاني. أنا مسافر علشانك يا صفية. لسه عند وعدك ليا ولا؟ وأنا لسه شفت حاجة يا بدران. هتشوفي، وهجيب لك أمك هنا لحد عندك، بس لو خليتي بوعدك ليا محدش يلومني على اللي هعمله. اطمن، أنا عمري كله فدا إني أشوف أمي ولو للحظة واحدة. يبقى أنت كده امتلكتي عمرك يا عمري. حافظي بقى على نفسك اليومين دول، ويا ريت بلاش تطلعي مع الزعيم ادهم، لحسن انا خايف لك والنهايه تقربت. انت بتقول ايه؟ بقولي خدي بالك من نفسك، فيها حاجه دي؟ سلام. زكي، في واحد بدأ تحت علي الهيبة بيقول ان هو قاعد زي ابي سيادها. مالكش اسمه ايه؟ هو بيقول له اسمه الباسل. ده الباسل باشا، شيخ عرب الفيوم. خليه يدخل وادي ادهم خبر. حاضر يا زكي. يلا. ايوه يا جنرال، امه واخته عندي في السرايا، ودي فرصتنا الوحيدة عشان نقبض عليه. قلت ايه؟ طبعا اكيد هو بيفكر في حاجه يعملها، ده نمس. تمام يا باشا، مع السلامه. انا بوصل لك تحيه كل عرب الفيوم وليبيا، وخصوصا قبائل الباسل والسنوسيه، كلهم وصلهم صيتك وبطولاتك، وخصوصا اخر عمليه بتاعت مخزن السلاح. بلغهم تحياتي وقول لهم ادهم الشرقاوي مع سنوسين ليبيا في حربهم ضد الطلاينة. انت كده دخلت في الموضوع اللي انا جاي علشانه. انت عارف ان الاتراك سابونا نواجه مصيرنا ضد الطلاينة بعد ما وعدونا، وعدوا السيد عمر المختار وقبل منه السيد احمد الشريف،
بالمدد، خلوا بينا، احنا معانا فلوس كتير بس ما عندناش سلاح، وعلشان كده احنا جايين لك عايزين اي سلاح واي كميه. ردك يا زكفندي. نقدر نديله كميه من السلاح اللي عندنا بس مش هتكون كبيره. انا محتاج كل السلاح اللي عندكم، الطلاينه سدينا علينا كل المنافس ومحاصرين المناضلين في الجبال، ومفيش الا منفذ واحد ما بين مصر وليبيا، وانا مسؤول عن تموينهم. خد الكميه اللي هديها لك زكفندي، وانا اوعدك العمليه الجايه هديك الكميه اللي انت عايزها. انا عندي معلومات اكيده ان بعد عمليتك الاخيره الحكومه الانجليزيه قررت تنقل كميه كبيره جدا من السلاح من الجيش البريطاني للهند لمصر. الكميه وصلت بالفعل لمينا اسكندريه، وفي قطر هيطلع يوصلها كمان اسبوع وينقلها لمخازن الجيش البريطاني في حلوان، ولو تقدروا توصلوا لمخازن السلاح في مينا اسكندريه هيبقى كويس، حتى لو خدت ربع كميه. لا انا ماخدش ربع كميه، انا لما اخد الكميه كلها بس مش من مينا. كميه كلها ازاي؟ تقصد ايه يا ادهم؟ قصدي اقولك عليها ازيك يا فندي في الوقت المناسب. انا عايزك تطلع لي فريق الاستطلاع يجيب لي كل المعلومات عن مخازن السلاح، ويجيب لي خط سر القطر بالظبط. وانت طلباتك يا شيخ العرب فوق راسي، انت وعرب ليبيا وعرب الفيوم، بس انا ليا شرط واحد. فلوسنا حاضره يا ادهم. لا انا هديكوا كل السلاح اللي انتوا عايزينه من غير ولا مليم، لان احنا هدفنا واحد. امال ايه؟ اؤمر. طلب الوحيد اني اقابل المناضل العظيم الشيخ عمر المختار. Yeah.